السلام عليكم، أسعد الله مساكم. خلصنا المحاضرات، الباص شغل شكله، خلصنا محاضراتنا وأنا رايح منطقة قريبة من بورمث بالباص، تقريبا تبعد 40 دقيقة. قد كلمتكم عنها، الصخور هاري كذا شكلها رهيب على الشاطئ، فبنروح نشوفها سوا. راح نشوف الباص. هذا شاطي بول، دايم تصير هنا فعاليات الطيران الشراعي على الشاطي ده. منظر الباص، وقفنا في نص الطريق عشان نروح للمشوار اللي نبغاه، لازم نكمل مشي. يا الله على الطبيعة وأهل البيوت الحلوة. اللي يتابع تغطيتي من جزيرة سوانج يتذكر هالمناظر. لسه المشوار اللي ابغاه ما وصلت له، باقي. يا رب، هالإطلالة الحلوة، هالبحر اللونة اللي يفتح النفس. الله يرزقنا ويرزقكم الجنة، قولوا آمين. والله ما ودي أغادر هالمكان هالإطلالة. لازم نمشي بين هالأشجار وهالغابة على أساس نوصل القمة. شوف وين حاطين اتجاه الطريق، إرشادية الله يكرمكم، إن شاء الله تكون واضحة. الله يكرمكم في الزبالة. سلام يا سلام. وصلنا إلى أعلى نقطة في صخور هاري القديمة، وهي تقع على ساحل دورست، وتعتبر أكثر النقاط اهتماما في منظمة اليونسكو للتراث العالمي. محبين وعاشقين هواية التصوير تجدونهم هنا بكثرة. سبحان الله اللي كون هالصخور بهذا الجمال. اللي بيطلع جولة على البحر مثل هذه العبارات ياخذها من جزيرة سوانج، تقريبا سعر الشخص الواحد 12 باوند او 11 باوند.
تبعد صخور هاري القديمة عن لندن تقريبا 3 ساعات بالقطار وساعتين بالسيارة، وهي تبعد عن جزيرة سوان تقريبا 13 كيلومتر. يقول المثل الشهير: الصمت في حضرة الجمال جمال. يا الله على هالطبيعة الخلابة، البحر أمامك والطبيعة خلفك وأنت تسدح في أحضانها. الموقع جميل ويستحق الزيارة. أقرب محطة باص من صخور هاري إلى أقرب محطة تقريبا نص ساعة مشي تقريبا، ولا شيء مشي. الطريق مثل كذا، واضح المعالم، يعني ما يضيع ولا شيء. آخر محطة، آخر باص يرجع إلى بورمث الساعة 6:30، يعني اللي يجي هنا يتمشى، يجي صباح يروح جزيرة سوانت 13 كيلو، بعدين يمر على صخور هاري ويرجع. أنا والله ودي أرجع أروح للجزيرة اللي اشتقت لها، ولكن عندنا اكتيفيتي في المحل على الساعة 7، لازم أرجع. بدينا ننتظر الباص إن شاء الله جاي على الساعة 6:30. اسم الباص اللي ينقلنا إلى بورمث هذا هو، تحصلونه في السكوير وأيضا في محطة الباصات في بورمث.